بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يتجدد اللقاء ونلتقي من هنا من المسجد الحرام من جوار الكعبة الشريفة، من هذا البيت الذي حرمه الله، بيت الله الحرام. نلتقي لنتدارس معا آيات من كتاب ربنا عز وجل، آيات من القرآن العظيم، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم. والإنسان من بعد نزول هذا القرآن لن يضمن طريق الهدى حتى يكون متبعا لهذا الكتاب، ولن ينجو عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون مهتديا بالهدى الذي جاء في هذا القرآن العظيم. وهذه هي الضمانة التي أعلنها الله سبحانه وتعالى في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله عز وجل جعل هذا الكتاب هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نقول أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، ونحن نتدارس هذه الآيات من سورة آل عمران، وقد قاربنا الثلث من عدد آياتها، ورأينا من خلال ما مر معنا كيف كان سير هذه الآيات في مخاطبة أهل الكتاب ومجادلة أهل الكتاب من النصارى، وهو ذاك الوفد الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، وكيف تلاقى الخطاب في بعض آياتها موجها أيضا إلى اليهود. وقد كان في المدينة بعض قبائلهم، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، والآيات التي بين أيدينا هي تتوجه بالدرجة الرئيسة إلى اليهود ومخاطبتهم ومجادلتهم. ولكن أقول
حقيقة ونحن نستعرض هذه الآيات ندرك أولا رحمة رب العالمين بهذا الإنسان، وأنه عندما أخبر أن هذا الإنسان مخلوق مكرم وأخبر بأنه عز وجل من رحمته به سينزل هداه، وأخبره بأن له خصما خارجا عنه وهو هذا الشيطان، وله خصم في داخله وهي النفس الأمارة بالسوء. فنرى حقيقة من خلال استعراض هذه الآيات في صدر سورة آل عمران، فتجلى رحمة الله عز وجل بالعباد وعنايته سبحانه وتعالى بهم، حيث نجد هذه الآيات كيف كان الخطاب تلو الخطاب والتذكير تلو التذكير والوعد والوعيد والتذكير بالتأريخ والتذكير بالمستقبل والغيب، والنظر إلى الآيات في واقعهم، كل تلك الأمور نجدها كانت حاضرة في هذه الآيات، وهي تعطينا دلالة على أن أعظم ما في حياة هذا الإنسان هو ما تعلق بقضية هداه وهدايته، وأن أكبر قضية تستحق أن يقضى فيها الوقت هو أن يعرف الإنسان ما هي علاقته بخالقه بربه جل جلاله، وأن يضمن صحة وسلامة هذه العلاقة التي بينه وبين الله عز وجل، والتي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبنى على صراط مستقيم وعلى طريق واضح، وأنه تكفل ببيان ذلك، وهذا من خلال الهدى الذي يأتي من عنده، وأنه حمله صفوة خلقه وهم الرسل والأنبياء، حملهم البلاغ لهذا الهدى الذي أنزله عليهم. فكما أننا تجلى لنا مدى العناية الربانية بهذا الإنسان، ووجدنا خلال هذه الآيات هذا الأمر جليا واضحا، فكذلك نجد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله بالرسالة والنبوة ومقتضى ذلك البلاغ والبلاغ المبين، فنجده صلى الله عليه وسلم لم يتوانى في ذلك، فها هو مع هؤلاء القوم، وكم أخذ هذا الأمر من وقت، وكم أخذ من جهد، وكم أخذ من تفكير، وكم أخذ من لجأ إلى الله، وكم أخذ من تدبر لآيات القرآن، وكم أخذ من مشورة، وكم أخذ من لقاء واجتماع. ولذلك ليس شيء حقيقة أغلى في هذه الدنيا أن يقضى فيه الوقت من أن يسعى الإنسان لإصلاح نفسه وأن يسعى لإصلاح الآخرين، أن يدعو نفسه وأن يأطرها بهذا الهدى والحق، وأن يدعو غيره من الناس. ولذلك ارتفعت مكانة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عندما كانت هذه وظيفتهم، وعندما فرغوا أعمارهم لهذا الأمر العظيم وقاموا بحقه كما أراد الله عز وجل،
فكانوا الخيرة، وكان عملهم هو الأشرف والأعلى في هذه الدنيا على الإطلاق، فلا يناهز هذا العمل في الشرف والمكانة عند الله عز وجل أي شيء من الأعمال. فإننا نلمس هذا الأمر بكل وضوح ونحن نستعرض هذه الآيات وما قبلها في سورة البقرة وما بعدها والقرآن كله، فإنه يحدثك عن نبي كريم قضى عمره من بعد أن بعث في بلاغ هذا الدين ومعالجة نفوس الناس، وكيف كان حرصه على أهل الإيمان، وهذه مسؤولية أخرى ثالثة. فالمسؤولية الأولى نحو النفس، والمسؤولية الثانية نحو الناس لإدخالهم في دين الله، ثم تثبيت من آمن بالله أن يبقى على الحق، لأن الخصم لا يفتر عن إغواء الإنسان، وأن الخصم لا يتوقف أذاه، وغايته أن يكون الناس من جنده إنه إبليس، ثم ليكونوا من أهل النار. فلذلك نجد هذا الأمر واضحا جليا، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على تثبيت أصحابه رضوان الله عليهم، ونجد القرآن الكريم في ذلك كله يرعى ذلك الأمر فيما يتعلق بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكيتها والترقي بها بحسب ما يتفق ومكانتها، والقرآن يوجهه في ذلك. ثم نجد في ميدان دعوته وجداله وكفاحه مع الناس وصبره على أذاهم وتكرار الدعوة، فنجد ذلك ظاهرا جليا، والقرآن يعطينا هذه الصورة بكل وضوح. ثم جهده في ثبات أصحابه رضوان الله عليهم. فإذا هذه أمور حقيقة يقف عندها الإنسان ولا ينبغي أن ينساها، ثم ينظر بعد ذلك أين أنا، أين أنا من ذلك؟ أليس الله عز وجل قال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه وأن يقول لأمته إلى يوم القيامة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فكل متبع لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الخطاب، وأن التكليف هنا على قدر الطاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فلذلك هذا الأمر ينبغي أن يكون محل عناية ومحل تفكر وتأمل وتدبر. وأيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي وأشرنا إليه في الدرس الذي قبله، هنا هذا الأمر حقيقة هو يحتاج أن يظهر لعموم الناس ليدركوا المفارقة بين الإنسان المؤمن الإنسان المسلم عندما يدعو الناس ويخاطبهم، ما هي غايته وما هو مقصوده. إن غايته أن يكون الناس عبيدا لله، غايته أن يكون الناس من أهل الجنة، غايته أن لا يدخل الناس النار وأن لا يعذب الناس بعذاب جهنم، مقصوده أن يحيا الناس الحياة الطيبة حتى تتنزل عليهم رحمة الله عز وجل. إن من تأمل في شأن المؤمن وهو يخاطب من كفر بالله ومن عصى الله وينظر وإذا به يقصد ذلك، إذن منطلقه الرحمة بهذا الإنسان، منطلقه الشفقة، منطلقه الحرص، منطلقه أن هذا الإنسان يفوز برضوان الله والجنة، وأن هذا الإنسان يكون من جند الله لا من جند الشيطان.
فهل نعادل بمن هذه غايته وهذا مقصوده وهذا سعيه وهذه هي الثمرة التي يريد أن يجنيها أن يجنيها من وراء تواصله مع الناس؟ هل نقارن من هذا حاله بمن إذا تواصل مع الناس أراد إفسادهم وأراد أن يكونوا عبيدا للشيطان وأراد أن يكونوا عصاة للرحمن وأراد ألا يكونوا ممن تتنزل عليهم الرحمات وإنما أراد أن يكون من العابثين اللاهين هو ومن يدعوهم إلى طريقه؟ فكيف نجعل من هذا سعيه كمن هذا سعيه؟ ولذلك قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يستوي هذا وهذا؟ كيف يستوي من هذه نيته وهذا مقصوده وهذا مأموله وهذا ما يريد من وراء سعيه؟ كيف نساويه مع ذاك الذي يسعى ذاك السعي؟ وهذا المؤمن يبذل من وقته ومن جهده ومن ماله وأسعد ما يكون وأفرح ما يكون له عندما يعود عاص إلى ربه، وعندما يهتدي ضال، وعندما يستقيم منحرف، فيجد أن ذلك أسعد ما يكون في حياته. وأما الآخر فهو من يكون فرحه إذا نقلك من طاعة الله لطاعة الشيطان؟ إذا من هو الخصم والعدو؟ ومن هو الصديق والحبيب والأخ؟ من هو هذا أو هذا؟ فالإنسان يقارن بين الطريقين. لذلك إن أتاك من ينصحك وإن أتاك من يدلك ويرشدك إلى طريق الحق والهدى فاعلم أن في قلبه رحمة بك وشفقة عليه. لذلك كان يقول بعض العلماء، يقول: لو علم الناس بما في قلوب الدعاة نحوهم من الشفقة والرحمة لاستجابوا لهم فقط مقابلة لما في نفوسهم نحوهم. لأن هذا الذي يدعوك إلى الحق ما يريد بك الضرر، لأن هذا الذي يدعوك إلى الحق ما يريد لك أن تكون معذب، ما يريد لك أن تكون عدوا لله، ما يريد لك أن تكون من أهل النار. فمن كانت هذه إرادته هل يكافأ بالقسوة والصدود والنكران والأذى والابتلاء؟ فإذا هذا معنى عظيم لا بد أن ندركه. ثم أيضا نجد سبحان الله أن هذا المؤمن، وهذا نجده هنا في سير النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لهؤلاء القوم من أهل الكتاب من النصارى واليهود وكذلك مشركي العرب، هل يريد من وراء جهده مالا؟ هل يريد وجاهة؟ هل يريد شيئا من دنياهم؟ الجواب لا، لا، وإنما هو استجابة لأمر الله، وإنما هو عمل بالأمر الذي يحبه الله. لأن غاية ما يريد وغاية ما يسعده عندما يكون عمله في طاعة الله عز وجل، وأغلى ما يفرحه عندما يتحقق الشيء الذي يحبه الله ويرضاه الله عز وجل، فهو يحب ما أحب الله وعلى استعداد أن يبذل كل شيء وكل غال ونفيس من أجل أن يتحقق ما يريده الله وما يحبه الله عز وجل. فإن حب الله في قلبه جعل عمله يتجه في أن يتحقق ما يحبه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. ولذلك نجد هذا الأمر واضحا وجليا من هذا الحرص وهذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة هؤلاء القوم. وقبل ذلك نجد
رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن الدنيا والآخرة، وهو المستغني عن عبيده وعن خلقه، وأنه جل جلاله لا حاجة لأحد من الخلق، ومع ذلك نرى كيف رحمته وكيف يخاطب هؤلاء الذين كفروا به جل جلاله مرة ثم أخرى ثم أخرى، ويتنوع الخطاب، وإذا تغير الموقف وتغير الزمن تجدد الخطاب، والأمر واحد هو الدعوة إلى الله عز وجل وأن يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإذا تفكرنا في ذلك كله إذن هنا نقف، أين نحن من هذا الطريق؟ وأين نحن من الانتفاع بهذا القرآن والوقوف متدبرين لآياته حتى يكون الإنسان متخلقا بهذه الأخلاق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه في مكة كفار قريش عباد الأصنام الذين يسجدون للأوثان، واجههم وصبر عليهم وأكرمه الله عز وجل بثلة منهم آمنوا به وصدقوه وتركوا الباطل الذي كانوا عليه، وعلموا أن صاحب الحق الأوحد أن يعبد هو الله وحده جل جلاله، وأن عبادة كل شيء سواه باطل وزور، فتركوه وزهدوا في ذلك كله. فكان هؤلاء الذين آمنوا به من أهل هذا البلد المبارك كانوا هم خير أهل الأرض، كان منهم الصفوة من أهل الأرض كلها بعد الأنبياء، فكان منهم الصديق رضي الله عنه، وكان منهم الفاروق عمر رضي الله عنه، وكان منهم عثمان رضي الله عنه، وكان منهم علي رضي الله عنه، وبقية العشرة. فكل هؤلاء ممن أكرم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم من أهل هذه البلدة المباركة الطيبة. ثم بقية السابقين إلى الإسلام المهاجرين الذين هم خير هذه الأمة، خير هذه الأمة الذين قدموا على عموم المسلمين. ثم عندما انتقل إلى المدينة كان الأنصار أهل الدار الكرام أهل الإيمان، كان الأنصار الذين جادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم ودورهم، الذين قدموا كل شيء لنصرة دين الله عز وجل، ووقفوا مع إخوانهم المهاجرين وآووهم ونصروهم، فكانوا أيضا خير هذه الأمة المباركة. فلذلك إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإننا أول ما نذكر المهاجرين والأنصار. فإذا هذا الأمر العظيم الذي أيضا يتفكر فيه الإنسان ويتأمل فيه في مسار هذا الدين ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما انتقل إلى المدينة كان الأنصار في مقابل من كان معه في مكة من المؤمنين والذين هاجروا معه إلى المدينة. وفي المدينة واجه أيضا كفارا، وواجه أهل الكتاب، وواجه فئة استجدت وبدأ لها وجود وهم أهل النفاق، فأصبح ليس الخصم واحدا بل صار الخصوم ثلاثة: مشركي العرب والمنافقين وأهل الكتاب، وخصوصا اليهود الذين كانوا في المدينة النبوية. وكان
كما رأينا في هذه الآيات أن الأصل في علاقته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كلهم علاقة الدعوة والبلاغ، علاقة النصح والوعظ والتذكير وإقامة الحجة، وتكرار ذلك مدة حياته صلى الله عليه وسلم. ذلك ما توقف أمر الدعوة والبلاغ مدة بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو الأصل في هذه العلاقة، وهي علاقة الدعوة والبلاغ والبيان وإقامة الحجة مع كل هذه الفئات. وهذا أمر حقيقة من الأهمية إدراكه، فلذلك المسلم أينما كان وأينما وجد من هذه الفئات الثلاثة أو من عصاة المسلمين، فليعلم أن الأساس ما دام هذا المخلوق إنسانا فالدعوة إذن هي أمر قائم في العلاقة معه. الدعوة والبلاغ والنصيحة والوعظ والتذكير، إن هذا هو الأصل الأساس في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، علاقة الدعوة والبلاغ والنصيحة والبيان. فلذلك نجد هذا الأمر سبحان الله، ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره فإنك تجد هذا الأمر واضحا جليا ظاهرا، علاقة الدعوة والبلاغ، وأن الله عز وجل كما أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه هو صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر حق القيام، فإننا نجد أن القرآن كذلك يكلف الإنسان المسلم بهذا الطريق، وأن يسير عليه، وأن يكون هذا شأنه وهذا ديدنه في العلاقة مع عموم الناس. فهنا وبعد هذا الأمر وقفنا في تلك الصورة مع تلك الصورة النفاقية التي تمثلت في فئة من اليهود، وذكرنا في الدرس الماضي بعض أسمائهم، وكذلك في فئة من الأوس والخزرج الذين تلاقوا مع اليهود في هذا الطريق، طريق النفاق، ورأينا كيف كان هنا موقف اليهود، وكان وقوفنا عند قولهم مما حكاه الله عز وجل عنهم، قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فوقفنا مع تلك الصورة النفاقية التي تمثلت في فئة من اليهود الذين جاوروا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم يقول الله عز وجل ردا عليهم، فإنهم موعظة بعد الموعظة المتكررة وبعد البيان المتكرر وبعد إقامة الحجة تلو الحجة وظهور الآية تلو الآية، إلا أن الأمر باق وهو الثبات على عدم القبول للحق والإصرار على ذاك الانحراف والضلال. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فيقول الله عز وجل لهم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيقول الله عز وجل لهم آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ذلك. ولذلك نجد ومر معنا كيف أن الله عز وجل في مخاطبة هؤلاء يأتي الخطاب أحيانا في بعض الآيات لهؤلاء القوم موجها مباشرة من الله عز وجل له، وأحيانا
يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ذلك وأن يقرأ عليهم هذا. فبعد أن قالوا قولته فيقول الله عز وجل: قل لهم في مقابل قولهم، قل إن الهدى هدى الله، الهدى، وقلنا أن الهدى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه اختصارا، لأن هذه المسألة تكررت من بداية سورة الفاتحة وصدر البقرة، وتكرر ذكر الهدى، فالهدى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق، وهو ما من شأنه، طريق الذي من شأنه أن يوصل الإنسان إلى تحصيل الهدى، فإلزام هذا القلب قبول الحق، هذه هداية التوفيق. والنوع الثاني هدى البيان والدلالة، وهو الطريق الذي من شأنه لمن سلكه أن يوصله إلى الغاية، لكن الأمر مرتبط بإرادته، فإن سلكه فهو سيوصله، وهذه هداية الدلالة والبيان والإرشاد. وهداية التوفيق الله عز وجل جعلها لذاته العلية، وما أعطاها لأحد من خلقه، وهذا نجده في قول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وفي قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهديهم هداية توفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو الذي يهدي هداية التوفيق. أما هداية البيان والدلالة والإرشاد فجعلها الله عز وجل في أصول عظيمة، أولها وأسها كتابه الكريم الذي قال الله عز وجل فيه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك جعلها في رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك جعل الله عز وجل هذا البيت هدى، فقال عز من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذه الثلاثة، الكتاب من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هداه بما أنزله الله عز وجل عليه من الهدى، إن الله قال له: إن كنت من قبله لمن الضالين، وقال له: ووجدك ضالا فهدى. والبيت فالله عز وجل هو الذي جعل فيه هذه الصفة أنه هدى للعالمين، فقوله عز وجل: قل إن الهدى هدى الله، فالهدى بنوعيه: هدى جل جلاله، فهدى التوفيق هذا ملكه، وهدى البيان والدلالة هذا عطاؤه جل جلاله. قل إن الهدى هدى الله، فلذلك هنا قال العلماء: إن كان المقصود هدى البيان فيكون المعنى قل إن الهدى، أي البيان بيانه، والهدى الذي هو هدى البيان فهو من عند الله. فإن قلتم يا أهل الكتاب أنكم على هدى بسبب ما عندكم من الكتاب، فالذي أنزل الكتاب هو الله، هو الله. وإن قلتم أن موسى عليه السلام
على هدى وأنكم تتبعوه، فالذي هدى موسى هو الله جل جلاله. فهدى التوفيق الذي كان لموسى هو من عند الله، وهدى البيان والدلالة الذي كان في التوراة هو هدى الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى الذي هدى موسى، والله عز وجل الذي أنزل التوراة وفيها هدى على موسى عليه السلام، هل أنتم ستمنعون هداه إذا أراد أن يهدي رجلا ويجعله نبيا رسولا كموسى عليه السلام؟ فهل أنتم تعترضون؟ وإن أراد أن ينزل كتابا فيه بيان وهدى للناس وهو القرآن، فهل أنتم تعترضون؟ فإذا أراد مالك الهدى جل جلاله أن يهدي أو أن ينزل هدى، فهل أحد من الناس يستطيع رده؟ وهل الإنسان يعتبر بوعيه وعقله أن يمنع هدى الله عز وجل إذا أراد أن ينزله ويسوءه ذلك ولا يفرحه؟ فإن هذا أمرا فيه عجب من إنسان يفعل ذلك. إن أراد أن يرد فهذا إشكال، وإن ساءه ذلك فهذا أيضا إشكال. وإن هو يقول أنه على هدى، والهدى الذي يزعمه لنفسه أنه من عند الله، فكيف لا يريد أن يقبل أن الله عز وجل من حقه أن يهدي من شاء وأن ينزل هداه على من شاء؟ هذا حقه جل جلاله. فلذلك هذه الآية الكريمة هي في هذا الباب، فيقول قل لهم أمام ما فعلوا وأمام ما يقولون وأمام تصرفهم مع الهدى الذي أنزله الله عز وجل عليك حيث جعلك نبيا رسولا، والبيان الهدى الذي آتاك الله إياه وهو القرآن الكريم، فوقفوا أمامه حسدا وجحدوا، فأعلمهم يا محمد وقل لهم الهدى هدى الله، ومن هذا الذي يمنع هدى الله إذا أراد إنزاله، ومن هذا الذي يسوءه أن ينزل الله عز وجل هداه على أحد من خلقه أو الناس؟ فهذا المعنى. ومن العلماء من قال قل لهم إن الهدى هدى الله، بمعنى أمام كيدكم وأمام أفعالهم الدنية وحرصهم على إخراج من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، وحرصهم ألا يدخل عباد الأوثان والأصنام في دين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا العجب، إن قلتم أنكم على الهدى فهؤلاء عباد أصنام، ومحمد بن عبد الله يدعوهم إلى عبادة الواحد الديان جل جلاله، وأنتم تريدون أن تقفوا حاجزا وتقطعوا الطريق عليهم. فمن المفسرين من قال أن المعنى هنا قل إن الهدى هدى الله، بمعنى أنه بكل فعلكم ومكركم وكيدكم فإنكم لا تستطيعون إضلالنا وإخراج أهل الإيمان من الإيمان إذا أراد الله عز وجل لهم الهداية. فهو مالكها وهو معطيها جل جلال. قل إن الهدى هدى الله، أي لا تستطيعون إضلالنا، إذ هدانا الله وأعطانا الله وكرمنا الله بهذا الخير
فإنكم لا تستطيعون إخراجنا، لأن الله عز وجل إذا أعطى وثبت فلا يستطيع أحد أن ينزع من إنسان ما ثبته الله في قلبه من الهدى. وأيضا على الجهة الأخرى أمام ذاك الجهد الكبير المبذول معه في نصحهم ووعظهم وتذكيرهم، فأيضا نحن نقول لكم بأنه ليس في أيدينا القدرة على إرغامكم على قبول هذا الحق، لأن قبول الحق ملك لله عز وجل يهبه لمن يشاء، فليس في مقدورنا أن نكرهكم على ذلك، ولكن الذي يسره الله لنا هو أن ندعوكم وأن نبين لكم طريق الهدى وهو الدلالة والبيان. أما أن نلزم قلوبكم قبول الحق فهذا ليس بأيدينا بل هو ملك لله، فهذا قوله قل إن الهدى هدى الله، أي ليس في مقدورنا أن نكرهكم على قبول هذا الحق. قل إن الهدى هدى الله. ثم يقول الله عز وجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الجملة بعد التي قبلها أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هل هو إخبار عن قولهم أي متصل بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فيكون هو حكاية عن قول أهل الكتاب، أو هو إكمال لقول الله عز وجل وخبره قل إن الهدى هدى الله؟ اختلف المفسرون في ذلك على قولين، فمنهم من قال بالقول الأول أي أن قوله عز وجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هو حكاية عن قول أهل الكتاب، فيكون قوله عز وجل قل إن الهدى هدى الله هي اعتراضية بين قولهم لإعطاء حقيقة عظيمة في وسط حكاية قولهم، لها ارتباط بما قبلها رد، ولها ارتباط بما بعدها لبيان فساد ما يصدر منهم. والقول الثاني على أنها إكمال لما أخبر الله عز وجل عنه قل إن الهدى هدى الله، فيكون ذلك من قوله وخطابه لهم، أي ليس حكاية لخطابه. فكيف طبعا، وأيضا لكل توجه في تفسير ذلك ذكر العلماء أقوالا، فمن قال أن قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حكاية عن قولهم، وأنه مرتبط بما بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، بمعنى لا تصدقوا قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تصدقوا إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أيضا أن أحدا يؤتى مثل ما أوتيتم من الهدى والحق. قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الهدى والحق، ولا تصدقوا
أنهم سيحاجوكم عند الله بحجة حق. إذن والعياذ بالله إصرار وعناد على ما هم عليه. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدقوا أنهم سيحاجونكم عند ربكم بحجة مقبولة. إذن هذا القول الأول في التوجه الأول، وأيضا في هذا التوجه من المفسرين من قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، بمعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيساووكم فيه ويمتازوا عليكم بما عندهم مضاف على ما عندكم، فاكتموا ما عندكم. إذن في الثاني انضاف على قضية عدم الإيمان وهو قضية الكتمان وعدم نقل العلم، فإذن هذا على القول الثاني. وإن كان من قال بهذا التوجه هو أن قوله أن يؤتى وحكاية عن قولهم، فالقول الأول هو الأقرب، بمعنى أن قل إن الهدى هدى الله، يعني فتكون هذه جملة اعتراضية بين قولهم الأول وقولهم الثاني. ثم أن يؤتى أحد، أي لا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم، أنه لا تكون لهم حجة عليكم، فيكون هذا كالخطاب لعامتهم من كبرائهم وعلمائهم، أنكم لا تصدقوا أن أحدا سيؤتى هدى مثل ما هو عندكم فاثبتوا عليه، فكان هذا خطاب. ولا تخافوا أن يحاجوكم بين يدي الله عز وجل بما هو عندهم، فإذن هو خطاب من كبرائهم لعامتهم حتى يبقوا على ما هم فيه. أما التوجه الثاني وهو أن هذا من قول الله عز وجل وإتمام لقوله قل إن الهدى هدى الله، فأيضا من قال بهذا التوجه ذكر أقوالا في كيف نفهم هذه الآية. فقوله قل إن الهدى هدى الله، لا ما زعمتم، قل إن الهدى هدى الله، لا ما زعمتم أنه يؤتي أحدا مثل ما أوتيتم، عرفت؟ فالهدى هداه سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، لا كما زعمتم أنتم وكرهتم، عرفت؟ أن هذا الهدى لا يأتي لأحد سواكم، فالله عز وجل بيده ذلك أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فأنتم أردتم أن لا يكون أحد يناله ذلك، وأما الله عز وجل الذي بيده الهدى فقد آتى محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك، وآتى أمته التي آمنت به ذلك، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فإذا انقطع كلامهم بقولهم لمن تبع دينكم، والله عز وجل يقول قل إن الهدى هدى الله، فهو مالكه وهو معطيه سبحانه وتعالى، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم فهو ملكه، لا كما زعمتم أنه لا يؤتي أحدا الهدى وإنما هو حكر عليكم وقصر عليكم، بل هذا حقه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل آتى رسوله صلى الله عليه وسلم الهدى فهداه هداية توفيق،
جعله هداية بيان، وأنزل عليه القرآن الذي هو هداية البيان والإرشاد والدلالة. فإذا هذا قوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فإنكم زعمتم أنه لا يؤتى أحد ذلك، ولا يحاجكم أحد عند ربكم، والأمر أنه قد آتى هداه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته التي استجابت له، وأنه بهذا البيان سيكون لهم المحاجة عليكم، سيكون لهم الحجة عليكم بالبيان الذي بين لكم، بالبيان الذي بين لكم. ولذلك لا بد أن تقوم الأمة بهذا الأمر على الدوام، كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فبعد أن قرر أن الهدى هداه، وأن ما دام أنه مالكه فمن أعطاه إياه لا يستطيع أحد أن يسلبه منه إلا بإرادة الله، ومن كان فاقدا له فلا يستطيع أحد إعطاءه إياه إلا بإرادته جل جلاله. فلما تقرر ذلك وأبطل زعمهم في أنه لن يؤتى أحد الهدى، وأبطل زعمهم بأن الحجة لا تقوم عليهم، فأبطل ذلك بهذا، فإنه يؤكد جل جلاله أن الفضل كله بيده سبحانه وتعالى، أن الفضل كله بيده سبحانه وتعالى. والفضل هنا من المفسرين من لشأن الخطاب والحوار، من فسره بالإسلام والنبوة، ومنهم من فسره بكل الأمور، والإسلام والنبوة من فضله جل جلاله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فمن قال الإسلام والنبوة إذن يؤتيه من يشاء، إذن إتيان ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل آتاه النبوة والإسلام، آتاه النبوة والإسلام. ومن قال أن الأمر عام فيكون ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من النبوة والإسلام، وما حصل لأمته أيضا من الإسلام. قل إن الفضل بيد الله، فهو مالكه سبحانه وتعالى، وأن هذا ملكه جل جلاله، وأنه يعطيه ويؤتيه من يشاء جل جلاله، يؤتيه من يشاء بإرادته. فالله سبحانه وتعالى يؤتي هذا الفضل من أراد، يؤتي هذا الفضل من أراد سبحانه وتعالى، لا يمنع إرادته أحد، ولا يفرض على إرادته أحد. فالله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء كيف ما شاء جل جلاله، لا راد لقضائه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى آتى رسوله صلى الله عليه وسلم من فضله، وآتى أمته من فضله جل جلاله. فكان رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، وكان نبي الله، وكان مسلما، وأنزل عليه هدى فكان هذا القرآن، وعلمه ما لم يكن يعلم، وأنه شرح صدر أمته فقبلوا منه وأسلموا ودخلوا في هذا الدين. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فالله واسع كثير العطاء،
والله واسع محيط بكل شيء. فالسعة في كثرة وسعة ملكه وكثرة عطائه، والسعة دلت أيضا على أنه محيط بكل شيء. والله عز وجل قال عن كرسيه وسع كل شيء، وقال الله عز وجل عن ذاته وعلمه وسع كل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والله عز وجل عطاؤه كثير سبحانه وتعالى، وملكه واسع، وذلك كله بيده وبتصرفه وبإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله، فالهدى هداه والفضل بيده، وأنه له الإرادة المطلقة، فمن أراد أن يؤتيه من فضله يؤتيه، ولا يستطيع أحد أن يرد فضله الذي أراده لمن شاء، ولا يستطيع أحد أن يسلب فضله ممن أعطاه. كل ذلك لا يكون إلا بإرادته جل جلاله. ثم يخبر أن الله واسع، فعطاؤه كثير وهو محيط بكل شيء. وفي قوله عليم أي أن عطاءه مبني عن علم، أن عطاءه مبني عن علم سبحانه وتعالى. فلذلك ليس عطاء مبني عن جهل، وإنما عطاء مبني عن علم، فهو سبحانه وتعالى يعلم بمن يؤتيه الفضل، وأنه جل جلاله لا يخفى عليه هذا الأمر. وهنا أقول حقيقة على قدر ما يمتلئ هذا المعنى في قلبك، وعلى قدر تدبرك في آيات القرآن وفي ملكوت السماوات والأرض وفي تدبير هذا الكون وفي سير الناس وفي سير المخلوقات، وتيقنك بأن الفضل بيد الله وأن الرزاق هو الله، كم سيكون عند هذا الإنسان من وحدة التوجه إلى الله جل جلاله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، إنه جواد كريم، وأن يرزقنا العلم النافع، إنه الواسع العليم جل جلاله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.